استاذ لو كان موضوع تيجيني بالعيد، برشا كلمات قال والجرايد كتبت وبرشا اذاعات تحدثت وحتى الاحبه نتاع النجم الساحلي يقولوا انه تيجيني بالعيد قريب برشا من الامضاء للنجم الساحلي، توضح لنا الامر هذا. صحيح، هو الايامات الاخيره داولت برشا وسائل اعلام اخبار تفيد انه النجم الرياضي الساحلي تعاقد او سيتعاقد مع اللاعب تيجاني بالعيد. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي لم يتصل بهذا اللاعب وما فماش حتى نيه في التعاقد معه. شيء كلها إشاعات، كلها إشاعات. ممكن تعرف الفترة فترة التنقلات هذه فما بعض الوكلاء يخدموا ويجتهدوا باش يسلطوا الضوء على اللاعبين نتاعهم، تخرج مثل هذه الإشاعات. بالنسبة للنجم الساحلي فريق محترف يعرف وقت شيء يخرج المعلومات بالنسبة للاعبين اللي باش يتعاقد معهم في وقتها وفي بالطرق السليمة والواضحة. العروض بالنسبة للاعبين زاد سمعنا زاد وربما نعرف انه ثم عروض بنسبة كبيرة، الحمد لله جاز في ملقاه ومشى حتى الملقاه مع وكيل أعماله، رامي البدوي زاد أوفر حتى الملاعب يصرح أنه سمى الأوفر لكن ما زال يدرس فيه، لو كان تحكي لنا على العروض. اكيد النجم الرياضي الساحلي عنده عده لاعبين ممتازين كما حمدي النقاس كما رامي البدوي، اكيد باش تجيهم عروض. العروض هذه تدرسها هيئه النجم الرياضي الساحلي بما يضمن حقوق اللاعب ويضمن حقوق الفريق بالطبيعه. معناتها الى حد الان كان فما عروض راهي تحت الدرس، وقت اللي تتم الدراسه نتاعها وقت اللي يبدا فما عرض جدي يضمن مستقبل اللاعب ومستقبل الفريق فانه يتم الاعلان عليها. انت استاذ دبلوماسيه، لكن موجوده العروض ولا لزوز ملاعبيه هذو؟ فما بالنسبه لحمد النقاز فما صارت اتصالات واللي صار فيه معناتها ربي ان شاء الله يكون معناتها اللاعبين اللي كما قلت لك معناتها العروض لازم تكون عروض جديه باش اللاعب يضمن مستقبله والفريق معناتها يضمن زاد حقوقه.